اصلا شالوا الصدى اول ما بدا. شيخ مسابقه اشين صوت. قصيدة الزين بعد عطنا الموت هين والبلا وش شارك يا شيخ. انت الحين سالتني وقلت عطني رايك بصدق. لا ما سالت خبرها الا سالت ابن الذين الا يا شيخ ترى في عبد الله ما هو فيك عبد الله بعد ما سمعت صوت عبد الله وسمعت صوتك انا ودي والله انك تعتزل يا حبيبي. اي انت من هو ما قاعد سكته قبل ما يجي الشيخ. طيب ها ترى صوته والله جميل. اي والله سمعت صوته والله جميل. انصحني يا شيخ انصحك بالشعر. ها انصحك بالشعر بالشعر. لا صوته والله لا والله جميل والله والله جميل. انت قد قلت حقت يا ابوي اي اذكرها. طب يلا بس انك ما بتغير رايك. طيب خلينا ناخذ واحد منا. يلا يلا عطونا اياه. وين ابو العز عطنا شيء بصوتك. خالد خالد يا ابوي انا جيت لك والنفس ندمانا. الله خطير ما شاء الله. روح روح روح. يلا طيب ان شاء الله من يكمل من يكمل عزيز الطريق وكثرت احزانه في القلب المراره وغيره. ايش كنا نبكي عليها؟ ابكي ماني ما ادري ليش ابكي بس ابكي. دورولي طيب بعدين نعود بعد قليل بعدين نفتح يعني مجال. عبد الله عبد الله انا ما قلت معك عيون. عبد الله انا ترى انت ما تسالني ما ادري ايش مشخصنا معي. اي سني ترى صوتي حلو والله. طب اقول عطني شيء على خشمي ذلك عليها الشحم. شباب نسمع عبد الله لو سمحتوا. ايه ودي الكتاب معي. الليالي والظروف لا تحن ولا تروف. الليالي والظروف لا تحن ولا تروف. ليتك بعينك تشوف كيف واجهت الحياة. سلام. كيف واجهت الحياة. سلام. تدري أضغطكم خفت ربك. لو تدري بحبك كان فيني خفت ربك. نعلم اللي ما يحبك نعلم اللي وراك وكمل. هي ابتسم وانا حزين في وجهي العبري. هاي عطني يا هبا الريح من وقتك شوي واسمع كلامي كان ما بكلو. يا سلام. ما قيمت يا شيخ فوق التقييم صح؟ ما يحتاج. جهودك في رضا الواحد الحي والفرض. روح روح والله ماشي كويس. عبد الله سلطان سلطان عبد الله لحظه لحظه خالد. انت يا نايف اللي تبي ابي شرد جمع يا اخوان. شوف تقول شيء يا جماعه يعرف انه متورط وودح ودنا ودنا الصوت اليوم خربان خربان يا رجال. عطى طبقه القرار كذا روح غرار. يا جماعة هالنسخة كلكم من قاف غين شو السالفة؟ لا هو واحد من بلدة حمادة وعبد الله. شيخ أبى أقول لك واحدة. لا أبى أقول لك واحدة. طب مو بعاجبك نايف؟ نايف يلا يلا وين الشيخ يا محمد؟ خليه يعطينا بيوت بيوت خليه يتقهوى معنا. شيخ عمر ننتظرك تتقهوى معنا الله يحفظك. تكفى تعال ها يا نايف. لا شيخ أنا بمد بصوت نايف يا اخي لمين اسمع عطنا على جونا يعني تبي تقنعنا انه عبد الله احسن من صوتك. عطنا بيوت بيوت قريب. يلا يا نايف يلا قبل يجي الشيخ يلا ولا ما جذب. خلونا نسمع صوته شوي ثم يكملون معك. والله ودي اخسر عندي وحده عادي. لا خلاص ما اكسر عيب ها بعد يقول بعد ما خلص. يلا خالد خالد جاهز جاهز يلا يلا هو بغى يقول شيء واستحى.